Good morning! Bonjour, bonjour! عن جديد بالمطبخ وهالمرة مش لايف. ليش؟ لأنه عنا كتير إشياء صعبة بدها وقت complicated فيها اختراعات بوقتها رح ترجع وتعرفوا عنا كتير. اليوم رح نحضر كتير إشياء لذيذة جديدة غريبة عجيبة وبتشط الريلة. يلا شو رح نعمل اليوم؟ رح نعمل هذا اليوم الصباح لبس المريول الوزرة والفوطة. عنا كتير قصص نحضرها. عنا برياني عم نشتغلوا كتير على وقت نطلعوا توب. عنا رز عجاج فات الدجاج على الفرن الرزات على النار. شو عم نعمل؟ رز عجاج وعم نعمل برياني بس هالمرة بطريقة كتير مميزة. أول شيء الرز عجاج بصراحة بده كتير شغل وبده كتير ديتيلز بالتكنيك تيطلع كتير 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 طيب. ما ننسى الهيل أمتى نعمل له انفيوجن بقلب الصوص، أمتى نحطه مع الدجاجة وهالتفاصيل. شو عم نطلع؟ أول شيء رز عجاج توب نبعته شيرينج طب بتنبسطوا فيه جاي هيك بصفة حلو مرتب. وبرياني نفس الشيء على لحمة وعلى دجاج ورز على دجاج ورز على لحمة. مثل ما عودكم شاربل ما بيعمل شيء كيف ما كان حيلا. ساعة قلنا رز على دجاج مش هلا بلش على الساعة 8، بلش من امبارح الساعة 3 بعد الظهر وصار محضر ومحضر ومحضر ونقعها وعملها وركبها وكل التفاصيل. رح تاكلوا رز على دجاج مش اكلينه بحياتكم، مش دايقينه بحياتكم. منا سلقنا الدجاج وحطينا فيها شوية رز عروه وبينفس كتير 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 كتير. صرحنا عنا هون. أول شيء أنا البرياني مثل ما هديك المرة عملت بتشوفوه على الفيديو صنعت الدجاج من قبل مع بصل كتير مقلي أفرنته كتير ناعم جينجر بهارات لبن زيت القلات فيه البصلة نقعت فيه الدجاج لمدة ساعتين. صار لي فترة عم بشتغل بالصباح هلا الساعة 10 يمكن صارت صار لي من السبعة 7:30 عم بسلق رز البرياني على جنب بالسلقة حطيت له بهارات وكردمون وورق غار وكمون وحب وكبشة قرنفل. عم بسلق بالسلقة الدجاج من بعد ما حطيت له بهارات المسالة وحطيت تورميريك الكركمة الهيل الكزبرة بلشت قليه على نار بالزيتات اللي قليت فيهم البصل. عندي هون ستوك الدجاج اللي بدي استعمله بعدين لانهي فيه الرز وما عم استعمل ماجي. ما بحب استعمل ماجي مع احترامنا لماجي انا شيف بستعمل صلصه بالبيت. انتو بس تعملوا دجاج بالبيت بصلصات عملوا لها ريدكشن تطلع طعمتها طيبه. اذا عم تشتغلوا بسرعه حطوا مكعب ماجي. وهون عندي لانه ما عندي عظام دجاج وست جوانح قليتهم مزبوط حمرتهم على الاخر وبلشت صلصه الدجاج. ما زبده وطحين مشروق مثل ما بنشوف على التلفزيونات مع احترامنا للكل اللي بحبهم كلهم الشفية تعلمنا منه كتير. سو مش عم نحمر الروح عم نحمر الدجاجة تطلع طعمة التحمير. سو عم حمر الدجاجة على رواق بقلب الزيت بخفف زيت بعدين مشان ما تطلع مدهن الصلصة. شو ما عم برجع بحط زبدة عم حط بصل حمره مزبوط جزر حبة كرات وتركهم على رواق على رواق على رواق على رواق يتحمروا مثل كأنه عم تاخذون عن الروتيسري. شو طعمة التحمير فيهم. عم برجع بحط لهم شوية رب البندورة تعطيها نغزة حموضة واعطيها اللون. شو عم تاخذ لون التحمير ومي ومي ما بعبيها لفوق بغمرهم وعلى نار جدا خفيفة. هيدي الطنجرة صار لها بالضبط ساعة عم تغلي وبعد حتغلي ساعة يعني أنا من بعد ما صفيها حأعمل لها ريدكشن لتاخذ كل الفليفرز مطلوبة وما بحط ملح إلا للآخر لأنه الدجاج بس يغلي ويعمل ريدكشن بيطلع الملح منه. وعندي هون بالفرن شغله كثير طيبه هيدي الدجاجة عم تتحمر للرز على الدجاج مش الدجاج مسلوق. انتبهوا ما تحطوا على الرز على الدجاج رز مسلوق الرز محمر. هيدي بعد شوي بنعملها بريست وبدي احط لها صلصه مشان تهبل بدي سقيها مزبوط. نفس الشيء بعمل باللحمه ما بسلق رز على الدجاج وبحط له ما بسلق الدجاج وبحطه على وجه الرز وبقول هيك لكل الشفيه هيدي الاكله المزبوطه. رحنا بالبرياني وبكل الاكل الهندي وبكل الاكل الاسيوي ما بيشيلوا عروق الكزبره. عرق الكزبره اطيب من الورقه سو فيها كل الفليفر فيها كل السترس فيها كل الزست تبع الكزبره. سو على طول على طول على طول جربوا نفسه مزبوط الكزبره وفرموها مع العنق
اضربوها على البلندر شوي صغيره قبل ما تقلوها، بتعطيكم طعمه اطيب بكثير من الورقه. الورقه حطوها خضره للزين. سو هيدا الدجاج بنفس الزيت اللي كنت عم بقلي فيه الدجاج خففته على الاخر، وهذا الزيت ما كنتوا ما تنسوا تقلي فيه البصل. عم برجع بحط بصل شوي، شوية زنجبيل، حب هيل مثل ما شايفين، كزبرة خضراء مثل ما قلت لكم فرمتها مع العنق، عم حط رشة كمون بسيطة، رشة كبيرة كبيرة كزبرة ناعمة، عم حركهم بقلب الزيت تقليهم. انا لانه عم بطبخ اكل هندي عم طول بجيب شغله اسمها كشميري تشيلي، كتير كتير طيب، ريحته كتير طيبه وسموكي مثل ما شايفينه، هيدا كتير طيب مع الاكل. حافرمه وحطه مع البرياني. هون نقعنا الدجاج، نقعناه قلنا باللبن بالبصل المقلي بالجنجر وشوية زيت وبهارات. سو اتبعونا على الرسيب القديمة بتعرفوا شو هني البهارات. عم باخد مية الدجاج مشان ما ضيعهم. سو مية الدجاج مش ماجي، عم بسلق الدجاج عروي، عم شيل الزفرة، عم باخد كل الفليفرز اللي بعدهم بالجد. هلا بتشوفوا ليش. سو انا هون عم بخلط هودي مزبوط، باخد كل الخواص تبعهم. هيدي فيها شوية لبن يلي هو شوي بيساعد على تطراية الدجاج ويعطيه شوية اسيديتي كمان. عم باخد الدجاج حطه فوق، حطه فوق القلية. كل ما اجي لهون بسأل حالي هل هالمطبخ كان محضر حاله انه في نهار رح يكون فيه هالقد عجقة وهالقد ضجة وهالقد خبصة، وعم بيعاملوا للمطبخ مثل كأنه قاعد بجراند كويزين ومعه 50 شيف عم يساعده بمطبخ بطعمة اوتيل فيه 300 اوضة. بس والله ملبينا هالمطبخ. وهون هيدي الصلصة كلها ريحه ولا اطيب. هيدا الدجاج على فكره فيكم تاكلوه هيك، تعملوا رز ابيض على جنب تسقوا فيه من هاي الصلصه بعد ما يستوي. حاعطيها بعد شويه ستوك خففنا النار على الاخر، زيت شويه بندوره وتركناها سقسق عاروي. رز البرياني سلقناه نص سلقه مع بهاراته، عم جهزه هلا، حطيت له شويه زبده طيبه، وبس تخلص الدجاج بنخلطه معه بنكمل طبخ مثل ما عملنا هذيك المره اذا بتتذكروا. حاطين شغلتين هي القرفه والغار. القرفه كبشه قرنفل وغار مع الرز. هيدي عظام الدجاج، انا جبت جوانح ما كان عندي عظام، حمرتهم مزبوط. عم باخد الصلصه تبعها وحطهم بكعب الطنجره بكعب الصينيه اللي عم بعمل فيها الدجاج، وحارجع ارد على الفرن وكمل. وكل شوي صقي حيصير لون الدجاج مثل لون الصلصه، احمر عم يلمع. هيدي الصينيه فيها زبده حتعطيها لمعيه كتير حلوه. انا مولع على الفرن على اعلى درجه حراره، بس حط المي حخففها
لانه بدي ستوي الدجاج على رواق وبدي اياها تصير كريسبي من برا وكثير شكلها حلو. واو واو واو، فكرت هول الوان بس بالصور وبيعملوا لهم فوتو شوتينج وبيلونوهم وبيرسمون بحطوا لهم دهان. لا 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 ابدا، هيدي الافه تبع الزبده. او ماي جاد، الافه تبع الروستينج على الحراره المضبوطه، سو عم علي الحراره ارجع وطيها، عم بشتغل مع الدجاجه عايش معها بالفرن ما تركها ورايح. وبعدين هيدي الصلصه تبع التحمير اللي اخذتها من عظام الدجاج وشلت لها الدهن تبعها، هيدي كثير بتساعد على التحمير وكثير بتساعد على الطعمه، مشان هيك كل شوي طلع الدجاجه هاي المهضومه الحلوه من الفرن اللي انا كثير بحبها وبحب بس تكن العالم شو تعمل تنبسط. او ماي جاد، عم بتشوف الصوره عم بتحسوا اللون مع بيكم تنطوا بقلب السكرين. هذا الرز الابيض طبخناه نص طبخه، الصلصه مثل ما شفتوا عم نعملها مع الدجاج، عم برجع بحط الدجاج على وجهه والصلصه عم سقي فيها الرز. هذا الرز شوي مملح، الصلصة اكيد اكيد مملحة لأ ما نعت الدجاج حطيت ملح، وعم باخذ كل الخواص اللي طبخنا فيهم. هيدي الزيت كتير منشال منها، بعد في شوي صغيرة اوريدي الرز في قلبه شقفة زبدة مشان تطيبه، وعم ناخذ بعدين خلطت هون مي مع زعفران وحرش شوي 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 وحاخد كروة. هيدي كروة ضرورية مع البرياني ما تنسوها، بس السوبر ماركت كلها موجودة. هيدي وردة زهرة هندية مثل ما ورد عنا والمزهر، بيشيلوا منها الإصاص تبعها كتير طيب، بتحطوا شوي على ملعقة وبترشه على وجه البرياني، لانه هيدا بده يرجع يفوت على الفرن يكمل تنشيف وطبخ ونرجع نخلطه. سو هاي الكروة صارت، وحنحط بعد شوي كزبرة ونعناع وفرجيكم كيف حنفوت على الفرن. هون عنا مية الدجاج، وهون عنا اللحمة المفرومة اللي عم نعمل فيها رز على الدجاج. انا قليت البصلة اللحمة المفرومة ما حطيت دغري الرز، ليش؟ انا عم باخد لحمة مفرومة بدي اطبخها، بدي اخذ منها الخواص، بدي اخذ الطعم، ما بدي اسلق الرز بسرعة. سو عم حمر الرز، عم حمر اللحمة والبصل والهيل والبهارات وال البهار الحلو والقرفة، سو كله عم حمر مع جوز الطيب. عم سقي فيهم من مية الدجاج تبع العظام تقوي النكهة مزبوط تبع الدجاج فيهم، وعم باخد مية الدجاج مخفف منها زيت، وهلا عم صفيهم لأطبخ فيهم الرزات. هلا آخر شي طبعا بعد ما حط الرز برجرج كمية المي وكمية الصوص اللي عم ينطبخ فيها الرز مشان ما يعجن، خفف النار على الآخر. الرز عندي جاهز مغسل، عم نجيبه ونحطه. سو انا عم استعمل رز مصري، رز كروز على الطريقه اللبنانيه، سو مش امريكان. فيت على مطابخ يعني شوي كتير، ضايق شوي كتير، شايف طبخات رز على الدجاج كتير كتير كتير، بس هيك طبخ هالقد دقيق، هالقد فيه فن، هالقد فيه علم، هالقد فيه دقه ونفس، انا مش شايفه. انسوا انه صاحبي بس انا مش شايفك. هيدا يمكن اطيب طبخه رز مع لحمه ودجاج اون توب رح كون دقيقه بحياتي. ام شو عم بتخيل لون الرز شو رح يصير فيه، كميه اللحمه الموجوده، طعمه الدجاج والاحساس والبهارات. بدنا نسلق الرز، ما بدنا نفلفل الرز، نسلق الرز ونكهه بنكهة الدجاج مزبوطة بدون دهن مع الفليفرز كلها تبع البصل والهيل والبهارات، والدجاج عم تنطبخ من تحت بنفس النكهة، لأنه أنا عم باخذ نفس العظام اللي كنت عم بسلقه عم بحمرهم قبل شوي، عم كمل تحمير الدجاج فيهم وعم بسلق فيهم الرز. شو بناخذ طبخة رز على الدجاج ولا أطيب. ونفس الشيء اللحمة شي مرة بنعملها بريزد ميت محمرة بتدوب دوبان، ما تحطوا اللحمة بالنار على طنجرة وبوم بوم بوم غلي، حرام، عم تقتلوا كل الفليفرز. بتسقوا اللحمة مشان شوربة، بتسقوا اللحمة مشان بعض الأكلات، رز على دجاج وتحمير وخروف محشي. نحن نروح على مطلب بدنا خروف مع رز،
شو بيكونوا عاملين فيه؟ بيكونوا محمرينه بالفرن، اخذين الصلصه من تحت شايلين لدهنتها. سو انا عم بعمل طبخه صغيره بنفس التكنيك، وهيدا هو التكنيك الاساسي والكلاسيك. قبل ما سكر على الطنجره عم بنهي البهارات، حطيت شويه بهارات مع اللحمه بس على اخر شيء مشان ما تلزق على الطنجره. وهون عم نضرش جوز الطيب، ما تكتروا كثير، شوية برش بتهربل لأنه بهار حلو. وحطيت رشة هيل ناعم. لكن شربل كل البهارات اللي حطيته هن بهار حلو، قرفة، هيل، كبشة قرنفل، جوزة الطيب، حطيت ورق غار، ورجعت حطيت حب هيل وعود قرفة بشلته، وحطيت بهار اسود شيء خفيف جدا وبس. بس هو النكهه تبعها جاي من التحمير كمان ما ننسى. رزيت دجاج جاهزين يفوتوا على الفرن. هولي اللي اخذنا منهم المي، اخذنا منهم البروس غير شكل. هون عندنا الرز مع لحمه عم ينطبخ، الدجاجه عم تتغنش تغنيج، طبخاتنا عم تخلص، وشربل عم بيجدي ويحضر المرحله اللي بعدها. بعدني عم سقل الستوك تبع الدجاج المحمر، هيدي اخر مره حخفف النار على الاخر من بعدها وسكر على الزيت. لكن هون الزيت بس ترجع نوضح كمان مثل ما قلنا في اللي بحق لنا نخلطهم، يعني مش عم نفلفلهم. حيطلعوا مفلفلين بالنتيجه. انا مغسلهم منيح شايل كل النشا منهم. في شو شقفه زبده صغيره مشان تفصلهم. الخلطه از بارت اوف ذا ريسيبي، ما بتعجن. لا ما بتعجن، وطريقه الطبخ صار عم نطبخ كثير على رواق، ما غليتها فقفقت، ما شفت ابدا الرز فقفق. سو انا عم هبل الرز تهبيل، عم حط له كل شوي صلصه مشان يتهبل. يامي! نطرت حوالي 10 دقائق. النار تقريبا مطفيه، سو على الواحد شايفين الرز من تحت ما عم بلزي. هلا حاطفي كومبليتلي، سكرها واتركها على النار فكانت هبلت على الاخر. ما بقى حزيت شيء، بهاراتها جاهزه كلها طيبه، ريحتها كثير طيبه. حنسكر عليها على النار ونطفي. هودي حيروحوا على الفرن، عم رش كزبره خضراء ونعنع اخضر مشقف. حاخلطها خلطه بسيطه، ما ححركها كثير. مينوايل أغلبية الأشياء جاهزة، صار وقت هذه الدجاجة نشيل the queen of the day. حسقت آخر تسقاية، حأول الفرن من بعد بس من فوق وأعمل لها هيدي التحميرة الكريسبي. عم ناخد آخر فليفرز، آخر فليفرز. حقلكم شو حأعمل كمان. من جوا كمان عبيها كلها. كان شكلها أحلى قبل بس هلأ بيرجع بصير شكلها حلو. هأخذ شوية ملح لأنه سقيت كتير، وهيدي آخر شي. أو ماي جاد، شقفة زبدة للحب. هاي اخوات هيدا الدجاج جهزت من بعد ساعة ونص بالفرن على حرارات مختلفة. سو قويت الحرارة على 250، رجعت نزلت على 150. سو 20 دقيقة 20 دقيقة صاروا 40. من بعدها عليت الحرارة مرة ثانية، بلشت سقي، بلشت سقي مزبوط. صرت شيلها من الفرن سقيها سقيها سقيها، آخر شيء نهيناها بعد الساعة ونص تقريبا بتسقاية شقفة زبدة. تصارت هيك هلأ صارت كريسبي من برا مثل ما شايفين، الجلد كتير من جوا بقيت طرية على التسقاية على طريقة الحرارة اللي اشتغلت فيها. ما قويت كتير النار من أول شيء لأنه شو بده يصير بس نقوي النار، هيدي الشقفة بتستوي جوا بعد. فبقى شو بيصير هون، بتضلها تستوي 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 تهيدي خلص. شو بتخفيف الحرارة وتطليعها والتسقاية، الحرارة هون تبع الجو ما بتطلع اكثر من 100 درجه، هي مي وعم تغلي. سو عم سقي عم خفف الحراره من هون وخليها تنطبخ من جوا. هيدا التكنيك تبعه على طول. انا عم شيل الدجاجه لانه بدي استعمل الصلصه اللي تحت لصلصه الرز على الدجاج. سو هيدا الدجاجه صارت جاهزه، هودي الجوانح اللي انطبخوا
اكيد طعمتهم غير شكل جواتها، بس هودي اللي عملونا الصلصه كمان مع الدجاج. حناخذها لهون ونصفيها. سو هذا كل الجو والستوك اللي طبخنا فيه من التحمير، طبعا عم ياخذ من تحمير الدجاجه وعم ياخذ من العظام اللي ستويناهم قبل. عم برجع صفيهم، حاتركهم يبردوا شوي لانه انا ما بدي اياها تطلع مدهنه. تعرفوا الدجاج بكب دهن، بيقولوا هالصلصات كثير مدهنه، لا، لانه حنحطها على الكسرول بقلب الطنجره. بتعرفوا الدهن بس يبرد بجمد على فوق، بيطلع لفوق، بسموها ديغريسي بالفرنسي. شو عم نشيل الفات عن وجهها، بتصير بس عندنا الخواص يلي هن تبع الدجاج. عم صفيها على الاخر، ما بدي اخسر ولا نقطه. هودي كلهم لهم قيمه، ونقول هذا الشيء للمطاعم وللشيفيه، هذا شغل كثير بده وقت، اهتموا فيه، كل نقطه فيها طيبه. يعني ولا مره كنت منتظر انه يكون في صوص نمبر 1، صوص نمبر 2، صوص نمبر 3، خلطات اشياء غراض. عايزين بس ميتهم نحطهم على جنب، عايزين ميه الدجاج اول مره والمرقه، عايزين ميه الدجاج الكبيره ثاني مره، عايزين ميه اللحمه. كل وقت في تفاصيل تفاصيل تفاصيل، وكل شغله لها كيمستري وراها، كل شغله لها دقه، كل واحدة لها قصه. مش كوني فكانت وبتزبط معنا. جنون اكيد، الاكل جنون والاكل باشن، بس الاكل اكيد تقنيات. مثل ما شايفين الطنجره وجهها عم يلمع، هذا التلميع هو الدهن. سولفات جاي من الزبده، جاي شوي من الدجاج. نحن بدنا نشيله تنخفف على صحتكم، بعدين مشان تطلع الصلصه كثير خفيفه ما تقل على معدتكم. سو هلا انا ما حشيلهم، بس عم تلاحظوا انه على وجه الملقى عم يطلع شيء صافي، هذا الزيت. اذا بتتركوها تبرد شوي بتجمد، بصير ينشال اهيام، بتبقى تحت الصلصه اللي بتستعملوها للرز على الدجاج. خوات الطبخه بدها وقت وبدها دقه. الزيت خلصوا، الدجاج عم تتسقع شوي تتنقص مزبوط، صوص ردي، وبالاخر بيطلع لكم صحن ولا اروع من هيك. حتى بالصنوبر في طريقه بالتحمير. اول شيء عم نحمر الزيت، نحمي الزيت على الاخر، بنسقط الصنوبرات ودغري بنشيلهم على جنب، بنصير نحرك بعيد عن الزيت حيتحمروا، شي يطلعوا كلهم لون واحد. وعم نصفي، ما تكبوا الزيتات، الزيتات بعضهم بيستعملوا، فيكم تستعملوه بالطبخ، فيكم تستعملوه على وجه الحمص مع صنوبر. وهذا الصنوبر صار جاهز، لونه كله تقريبا مثل بعض. عم نشيل الدجاج، نحضرها للرز على الدجاج. صارت باردة بتنقص بسهولة، نحطها على الخشبة. افتح اول شيء الفخذ براس السكين، مثل ما شايفين كتير مستوي، بعدها عم تسمعوا القرشة تبع الجلدة محمصة. الفخذ لونه كتير حلو، حشيل العظمة من ورا واسحب سكين حد العظمة مش نخفف العظم منه، واسحبها. شوفوا قد ايه مستوية. بعدين حقص الصدر، كتير حشية قصص من جوا مشان تنكهها، ريحتها كتير طيبة. أول شي شيل العظمة البرانية، نظفها مزبوط عشان يطلع. قصة الدجاج فيه فن، مش حيلا أخذنا وخزقنا طبعا. بعدين حتشوفوا قد ايه الصدر لونه حلو من جوا. البياض كيف عامل، بعده كتير فيرم بس منه ناشف، عم ينزل سكين، عم حس بطراوة الدجاج بايدي، عم قص كتير على مهله. انا مع التصوير حقلب الصدر مشان اقدر استحكم له مزبوط، وضلني قص عروي. عم تسمعوا قرشة الجلدة بعد لهلا عم تقرش ومحمرة.
سو انا الصدر عندي صار جاهز تنحط على الرز على الدجاج. بدي افرجيكم شوية القطعة من جوا كيف التكشر، وبدي اقول له لانتون يدوق شقفة. شايف البياض من جوا؟ بليز دوق. طب اساسا لقطتها على الايد غير شكل، لقطتها فيها جوسينس غريب عجيبة. اوه ماي جاد، شفت الدجاجة بالفرن على مدة ساعة وانا قلت نشفها، وانا قلت رح تنشف، وانا قلت رح تلزع اسناني، وانا قلت رح تلزع سقف حلقي. سوبر جوسي، مي بشكل مش معقول، فليفرفل، بارتي. اميزنج شربل، اميزنج اميزنج اميزنج. ثانك يو ثانك يو شربل. فينا نقص وفينا نفصفص. انا بفضل قص للترتيب، شكل الصدر بالصحن احسن، هو مثل مفصفص لانه يعني في عندك عظمه هون وهون عم نضف العظم تقريبا منه، بس هذا الشكل بيطلع كثير حلو بالصحن بس نخلص. واز عم بحكي انا وياك صار قاطع دقيقه، الطعمه بعدها بتمه والفليفرز بعدها عم تفقع. بدك تشوف الصوص هلا بس تخلص شو شو طيبه. نحنا طبخنا الزيت، طبخنا الدجاج، بردناه، بعتبر حالي عندي عزيمة وعم حضر كتير أكل، ما تخافوا. الطريقة طبخت فيها حتى لو رجعتوا بنسميها بالإنجليزي regeneration of food، يعني نطبخ على طريقة كتير هينة، وكل المطاعم بتعمل هيك، مش كل المطاعم. ما تحطوا الأكل بالشيفنديش وتنطروا كل النهار زبون تيجي. في تقنيات كتير اليوم للتسخين تحافظ على النكهة، تخفف التبريد بسرعة، تطلعوا بسخونة أسرع، بضل الميكروبز بقلب الاكل محفوظة، ما بصير في هيدي الحرارة تبع 50 او 55 تبع الاكل اللي ممكن تأذي. ما حتروحوا مستشفى بس تعمل كتير غازات، بتقولوا يي اخو شو تقيل، بكون هو واقف الزلمة كل النهار عم يطبخ، فجأة بصير اكله تقيل على المعدة وما بقعد ينهضم لانه في شوية ميكروبز بيعملوا ترابل بالمعدة. سو ما تخافوا، حضروا الاكل صبح بكير، قوموا بردوه، رجعوا سخنوه. هلا عم نعمل هيك، من بعد ما تركناه حض النار وسقع شوي مثل ما شايفين، صار وقت نرجع نحضره. جايين لمعزين بعد شوي. هذا الرز مثل ما شايفين منه مخبص، مفلفل منيح، بعده سخن شوي. انا تركته وشفته كيف طبخته على طريقه كتير 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 هاديه، ما غليت ولا الرز، سقيته شوي شوي بالصلصه تبع الدجاج، شلت الزفره، حطيت له بهاراته مع على مرحلتين. وهيدا الرزات صاروا جاهزين. It's tasting time. لمعة توب. تسمح لي؟ تسمح لي قبل؟ بدي احط لك شقفة دجاج عليها. وبدي اعطيك عم بشم ريحة البهارات هيك كومينج، حتى لو ما عم بشم بس عم بتزكزك لي مناخيري. نقطة صوص، نقطة صوص، وانجوي ات. The perfect لقمة. لا دقيقة، هي أطيب أكل بحياتي. كل الناس بتعرف إنه بحب رز على الدجاج، كل الناس بتعرف إنه إذا بدهم ساعة اللي بدهم هيك تو بليز مي يعزموني على رز على الدجاج. بس كنت مفكر أنا آكل رز على الدجاج. Oh my god. I know. رز على الدجاج. أول شيء طبخته كتير على وقت طويل، طبخته كتير بالحبة. حطيت لك البهاراتها. وأنتوني عندي. Wow. Like never before. Oh my god. ما فيكم تفهموا شو يعني. ما فيكم تفهموا قديش جورمي. ما فيكم تفهموا قديش طيبة. ما فيكم تفهموا قد بهاراتها قوية. قد الرزات مسلوقين مظبوط. قد هيك ملزقين على بعضهم بطريقة سلسة. قد الصوص بتعقد. قد الدجاج عظيمة. Oh my goodness. مثل ما شفتوا بردت الصلصة. شفتوا قديش هون هيدا كله دهن، بلشت شيله، عم اعملها بالفرنسي بقولها ديغريسي، بالانجليزي بشيلوا الفات عنا كمان، يعني سوري ضيعت الكلمه، ديغريزينج صح. بالعربي شيلوا الدهن، سكمت كومبليتلي، شيلوا الدهن عن وجهها، خلوا الصلصه من بعدها، حغليها بعد تشت.
هيدي الصلصة مثل ما قلنا ما فيها زبدة وطحين، ما فيها رو، ما فيها رو ملون محروق، ما في لزوم. هيدي ملعقة طعمتها قد 10 ملاعق من هو بتحطوا له زبدة. يعني انتو بتحطوا رز على الدجاج بتحطوا ملعقة واحدة حدا ويو انجوي ذا فليفرز. تحضرت اول صينية الصلصة على النار تتقسى، تاني صينية الفرن جاهز، قبل ما يجوا المعزيم بنسخن وبنسكب. دارت من الفرن بس لازم ندوق. لا الريحة مش معقول، مش معقول السخنة عم تلمع تلميع منا ناشفة ابدا. الرز شربين كل السوسات كل الارومز مثل كأنه مبخر. اكيد رح يزعلوا كل الجيران علينا ويقولوا في هنود نقلوا على البناية. ندوق ندوق. واو تكتات تكتات. رحنا امريكا، رحنا اوروبا، رحنا اسيا، رحنا وين ما كان بلقمة. واو الحرب الاخر طعز لعيم توب نوتش. ستار اوف ذا داي صينية الرز ولحمة ودجاج. كمان سيرفينج عندكم ناس على العشاء بتطلبوها، عندكم ناس على الغداء بدكم تطعموا العيلة طعمة الاصيلة اللبنانية القديمة مع هاي اند اند فاين دايننج انفلونسرز. This is it. يعني انا طلبت من شفيه كثير كبار ولازم على طول على طول على طول اتذكرهم وتريبيوت لالهم، منهم بعضهم عايشين منهم غادرونا. طلبت كثير طيبين لا؟ ايه نحن ما خبرناهم انه ما عندنا ناس على الغدا، بالعكس كنا رايحين عند عالم فاخذنا لهم اياهم معنا وهلا عم نتغدى. مش ما تركناهم شيء ما طيبين. ايه اكلوا هني سندويشات ونحن اكلنا الباقي كثير طيبه. دقتها؟